والله احنا قرينا مع بعضنا انا وياه. ايوه اعطيني. هو اكبر مني. اعطيني هو هو اكبر مني شويه. ايش كان عليه؟ اما بحكم اللي هو قديش اكبر منك سامحني؟ بعامك هيك. ليه باش نحكي لك كيفاش انا قريت معاه معناها. هو مدوبل؟ اي دوبلو. يا مدوبل. اسمع. قصيلو انا نهار روسي. اسمعني بعد كان جي تسمح لي نعيط له يا مدوبل، تسمح لي. ما يسالش. تو انت الناجحه. خاطر يعرفها هو خاطر ديما. ويطلعش هو سامحني بعد اذنكم، يطلعش هو دوبل بالعاني باش دخلتي انت. يمكن اش. يمكن يعملوها، نعرف واحد عملها مره، تفضلي. دوبل ثلاث سنين على خاطر واحده في الباك، تفضلي. حاصيلو انا نهار الاول كي مشيت باش نقرا سحبته هو المدير تلمو على ما هو معناها خلينا نقولوا بين ظفرين شارف شوي هكاك. قرينا مع بعضنا، خلطت عليه انا سنه اولى قرينا مع بعضنا. احنا نسكنوا نفس القريه معناها. نمشيو مع بعضنا ونروحوا مع بعضنا، اما ما نقراش في نفس البلاصه. العمر قداش وقت هذا سامحني؟ بطبيعه سنه اولى انا 7 سنين نقرا سنه اولى. هذايا حب بتاع الاقلام اللبديه. انت تحكي لي على الحب؟ ليه ليه ما فماش حب. اول مره جمله سنه اولى تمشيو مع بعضكم؟ نمشيو مع بعضنا على الخط النظيف هكاك صحيح الجو هذاك هذاك. نمشيو نقراو مع بعضنا، نروحوا مع بعضنا. انا نقرا في نمشيو يمكن 3 4 كيلومتر باش نمشي للمدرسه. حسن كان هو يرافقك؟ اي من الاولى ابتدائي. من الاولى ابتدائي هو يرافق فيك؟ حصل ما نعرفش عليه، اما انا كنت يوميا نعطيه تريحه. كل يوم ياكل من عندي تريحه وك كملي كملي يعني هنا يعني كملي. هيا جعفر لحظه راجلها بتاع المستقبل يوميا تعطي فيه تريحه. خلي انا وخيكم ما زدت بديت واس. لا ما تخافش يا جمال. يجي ما نسوفاش. ايه يرحم بيك. ايه ابو صغيره. والله يا جعفر ايش نقول لك؟ هكاك اقول لي ربي قال لي خذ غرضك من تو. اي الله يحفظ. هبط علي الوحي قال لي اضربي. وهو وانتم صغار قديش العمر؟ انا صغار هو مدوبل وانا 7 سنين نقرا سنه اولى. وهو مدوبل تضربي فيه؟ نضرب فيه. اي هو يستاهل. سبحان الله. اي تفضلي. ما هضمتوش. ما دخلش مخي. هو هو ايه باش نعطيك معلومه، هو كي باش يجي انا راني معاك على طول، راه تجيليش ضربه خاتي معاك انت راهو على طول. اوكي دونك قديش قاعد تفشخي في الليله دي؟ كيفاش؟ اعطينا المعدل قديش من تريحه في النهار في الاسبوع؟ لا تريحه تريحه بحكم اللي هو عرف معناها اللي انا نضرب فيه، ولا الصباح يسبق يمشي هو قبل. ايه. اما في المروح ما عنده منين يهرب، نروحوا فرد 8 راحوا مع بعضنا. جست للرأي العام، توضيح للرأي العام، يعني كيفاش نوعية الطريحة مثلا باش تضربي؟ ديما نضربه بداية. علاش نضرب فيه؟ قول لي محلولة ورينا بالصرفاك. قول لي علاش نضرب فيه؟ علاش تفضل. عنده مريول أصفر. عنده مريول أصفر. سروال أصفر. إي وسبيدري أصفر. كله في اللص. لا نحكيو توا مش على تلميذ، نحكيو على بوزمزم. كل وصف بوزمزم تفضل. حاصل توا نتفكروا هكا في زيك ممكن فيش كان نتفكروا. أيه. طبليه لهنا بحكم أيه. اللي مدوبل وما وكلي تعرفك لنا اخويا جعفر. نعرفها يا الرقعه هذيك. وعنده فاز هكا لل اي عنده ميزه كانت عندنا الكل هذيك الميزه. تو الناس يتعشوا تلقى بيست تنجم تلقى دودان وبلاك تنجم فك الهك هذيك الكل. اي هذيك اي هذيك تعدينا منها المراحل الكل ولا هكا الاولياء حتى فوالا دونك اي دونك تضرب بالكف انت و اي حصيل ولا يسبق للمكتب هو؟ ولا يسبق اما في المرواح ما عنده وين يهرب. في المرواح تتلبد له وين كيفاش؟ لا نمشي معاه باش ما نخليش نطمنوا قبل. نمشي معاه نروح معاه. طمني شكون؟ طمني هو؟ هو شو القصة اللي وحنا فيها؟ تفضلي.
نمشي معاه كي نبعدوا على الديار ثم بيست هكا عربي وبالصدفة هو يشري لمجة ديما باك البشكوت بالفرنك الأصفر زاد وهو لبس بالأصفر قريص أخوي قريص لا هو عاد ما عادش بوزمزم قريص بوزمزم يأكل في القريصة تفضل حصل هكا كنشدوا أنا وقتها ونضربوا يوميا يوميا نهار صبت المطر قلت اكيد اليوم باش يمنع مش باش ياكل تريحه خاطر قلت مطر على الاقل اكيد باش يلبس كبوت لون اخر مارون انت فيه على اللون الاصفر انا اللون الاصفر ما تحملوش ديما لابس متلمو قلت يكون لحظه بلي واخذ معايا عندك هذه بعد نخليه معاك شويه لبس الاصفر اصفر هذه شعرها اصلا اصفر دونك على ما قعد لابسهم هكا الحوايج قلت يا ذوما ذوما ما يتنحاو كان بالعمليه ظهر لي باش يسلخوك الارنب ما عادش من صبت المطر قلت سير اليوم باش يجي في كابوت مارون نوار كابوت اصفر قول شو عملت له يا خويا جاف جاب كابوت اصفر لبسوا على المريول الاصفر على المريول الاصفر والسبيدري الاصفر والسروال الاصفر وجهه كيفاش كان اصفر وجهه اصفر حول ولا قوة الا بالله فتلت له تل نهاريتها شنو فتلت له تل لحظة خلينا نرجع لا لا شنية فتلت له تل انا هاني لهنا ضربته بالتل لحظة لحظة احكي لهم هما لقيت اللوح عملته هكا هكا كلويته وقلت هذا ما نفعش فيه بيدي لازمني نضربه بالتل هذاك باش من باش من اليوم ما عادش شوف من الاصفر يا جماعه روحوا بي انا فتلت له تل وضربتيه بالتل لا اله الا الله والله اكبر يا ظالمه ربنا على الظالم اي حصلوا انا بعد قريت وننجح كل عام وهو يدوبل انت ايش 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 غايب عليه الراجل مسكين انا ارتاح مني لا محاله اي حصلوا ثم حتى نهار من نهارات سمعت قالوا المدير بتاع المدرسه هذيك صفار بكل ورعش وطاح منه هو المدير زاد صفار مات بالرسم المدير هذاك مات على ما هو قاعد يقرا في المدرسه بك كله قتل المدير المدير مات بالدوبيل انت السيزيام حسيت وقت اللي عدى السيزيام ديركت عدوه الجيش